في سؤال آخر يقول: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر ومتى يشرع؟ جزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر هو الدعاء الذي يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة، وهذا يجوز عند جماهير أهل العلم أو يستحب في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة من تسلط عدو أو حلول كارثة بالمسلمين وضائقة بالمسلمين، فإنهم يقنتون في صلاة الفجر بكشف ما أصابهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قنت في صلاة الفجر يدعو على قوم من المشركين آذوا المسلمين وضايقوهم في مكة، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين الذين كانوا مضطهدين من الكفار، فقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم ويدعو لقوم، هذا وقت الحاجة. أما في غير حالة النوازل فإنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، لأن هذا عمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ولم يثبت من سنته سنة خلفائه المداومة على القنوت في صلاة الفجر، وإنما ثبت هذا في حال النوازل فقط. نعم. تقدير النازلة أمره إلى من يا شيخ؟ هذا يعرف بالعرف، عرف المسلمين. النوازل واضحة: إذا حاصرهم عدو، أو إذا أصابهم وباء غير الطاعون، أو أصابهم كوارث في معاشهم وثمارهم، فإنهم يقنتون برفع ما أصابهم. نعم.